بس ما يكونش الوان هذا من ال لا ابيض ابيض لا لا كريمه كريمه يلا احكم بس يا جوال اول شيء احنا سوينا هاي الحفله شكرا لكم لانكم تعبتوا وساعدتونا احنا ميرسي 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 في كندا ميرسي 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 العالم كله انبسط واحنا بنشير فكركم لانكم تعبتوا علينا كثير كثير وبالمطر كنتوا تاخذونا وكلهم كانوا ينبسطوا شكرا كثير ميرسي 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 انت معهم تعال جمال بس خلينا نسمع اسمعوا شوي يلا خلينا نسمع بالله اول شيء الشكر لكم يا عمو انتوا مستقبل ولولاكم اصلا احنا ما وصلنا فأنتوا الأساس تبع هذا الانيشيتيف أو المبادرة جهدكم ومثابرتكم ووقوفكم دائما معنا هو اللي خلانا كلنا جميعا نصير أقوياء إحنا بنستمد قوتنا منكم وأنا دائما بحكيها للناس كلها أنا بقول لهم إحنا بنتعب بس هدول الأولاد مش عم بيتعبوا بدهم يعطوا بدهم يعطوا طبعا هذه مفاجأة أنا عارف أنكم بتحضروا لها فترة طبعا بدي أشكر أختنا نجدة لأنه أكيد هي من العقل المدبر وراء هذه الجريمة فمشكورة كثير ومحمد برضو يعني كان ليل نهار وغلبينه أنتم يلا بدنا نسوي بس الشكر الأساسي لا لعبد الله ولا لتشارلز ولا لمحمد جمال ولا لمحمد ولا لنجلة شكر أساسي لكم أنتوا الأساس في هاي المؤسسة وأنتوا بدونكم ما في شيء كان يعني لو واحد ما بده ولا نام ولا زعلان ولا مش عارف إيش ما راح يصير المشروع فا أجين شكر لكم وهذه أنا بعتبرها لفتة حلوة شكرا Thank you. عبد الله. تفضل. هلا يعني بضطر اعيد نفس الحكي اللي حكاه يعني اكيد الشكر لكم انتم يعني ما بدونكم صراحه يعني لا نطلع على المسرح لا بنغني لا بنمسك سفاري يعني عن جد الشكر كثير لكم انتم اللي طلعتوا بالرسم انتم كنتوا موجودين انتم لسه اطفال عندكم مدرسه لكن بنفس الوقت عندكم وقت وجدت الوقت إن تعمل كل شيء. كنت دائما موجودين تحملت دائما من الشام دائما جعانة بعرفش ليش. هي ودائما جعانات يعني. تحملت كانت الدنيا مطر زي ما حكيت بس أنتوا كنتوا تحت المطر مش بس إحنا كنا تحت المطر. فعن جد يعني الشكر عن جد لكم جنود يعني أنتوا دائما دافعنا يعني لو إحنا وأنتوا مش موجودين. اتوقع كان احنا صرنا نشتغل مجال ثاني تماما مختلف بس انتم الموجودين لو مش موجودين مش راح نقدر نعمل اي شيء فعن جد شكرا لكم طبعا شكرا للجميع لاختنا نجلاء او خلينا ناخذ صوره كلنا غالي لا بابا نشوف محمد برضه شو بتحكي لنا جوز انا اكثر واحد على تواصل معكم اقرب شيء مرينا بظروف صعبة، مرينا بملل، مرينا في مرات حركات أو أشياء بتدرب عليها فيها صعوبة كثير، لكن آخر شيء كنت أنبسط من الشيء اللي بعيونكم كنت أقرأه هو التحدي إنه لازم نوصل للي إحنا بدنا إياه. أنا انبسطت شغلة إنه شغلة كبيرة إنه الحمد لله عرفنا نوصل.
وتركتوا بصمة كثير حلوة في المجتمع. وإن شاء الله نحن ما راح نوقف، العجلة ما راح توقف، لازم نستمر ولازم دائما نعطي صورة. أنتوا البدايات، أنا أتصور من 25,000 واحد اللي يقدموا هون على كندا، أنتوا أكثر عالم كنتوا فاعلين وناشطين، وصلتوا وحاولتوا تندمجوا بشكل كبير بالمجتمع. أنا بشكركم، أنا برفع كل قبعة كلياتكم، لأنه أنا بدونكم ما بساوي شيء أبدا. شكرا لكم. شال القبعة هو مصطفى. لنا كلمة كمان. كمان. صب. أحسن من بعض. حتى لما في حصل. قدرت إن أنتوا تحكموا. تعبتوا كتير معانا. وقدرتوا تجيبوا التمارين كتير. وعملتوا لوح بإنجاز وعملتوا العرض كمان كان كويس جدا. حتى لما حصل خمسة حاجات كده عديناها. كده ولا لا؟